ما معنى خطيبة؟ لما أخطب امرأة ما معنى هذه الخطبة؟ الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج فقط، وعد بالزواج. لما تخطب ويقولك تم، يعني ابشر بالخير، سنزوجك إياها. إلى الآن أنت غريب بالنسبة لها حتى يتم العقد اللي هو عقد الملكة، عقد الملاك. هذا هو العقد، هو الذي يبيحها لك وتصير زوجة لك، لكن إلى الآن أنت غريب عنها، لا فرق بينك وبيني بالنسبة لها. طيب، كل ما في الأمر أن أعطوك وعد أن يزوجونك ابنتهم فقط، فما الذي يبيح لك ما لا يبيح لغيرك؟ أبدا لا يجوز أنك تكلمها بالتلفون مثلا، أو أنك تطلع معاها، أو أنك تقعد معاها منفردا، لا يجوز. لكن لا بأس أن الإنسان يكلمها بحضرة أهلها مثلا، أنه ما يكون في خلوة، ما يكون في خلوة، بيستشير يستفسر عن بعض الأشياء أو كذا أو كذا، ولا يجوز أن ينظر إليها حتى إلا نظر الخطبة فقط. بعد ذلك تصير حال أي امرأة أجنبية، لا يجوز النظر إليها، غض البصر لابد منه، مو على بنا خطيبتي أنظر إليها وأخذها وكذا، ما يجوز، تبقى محرمة، مأمور أنت بغض البصر وهي مأمورة بغض البصر كذلك. لكن يجوز أن مثلا ترتيب بعض الأشياء أو كذا، التلفون وغيره هذا قد يجر إلى ما لا يحمد عقباه، وبعض الناس تساهل في هذا الأمر، تخرج معه بحجة أنها يعني خطبها، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يعني يكون بوجود أهلها فقط. كل ما في الأمر أن بينكما وعد بالزواج فقط. أي نعم.